فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال رحمه الله: القسم الثاني ما كان مشروعا ثم نسخ بالكلية كالسبت أو إيجاب صلاة أو صوم. نعم، ما كان مشروعا ثم نسخ كما كان مشروعا لمن قبلنا، ثم نسخ في شريعتنا بالكلية ونهينا عنه فلا يجوز فعله، ومن ذلك استقبال بيت المقدس كما سبق، والوجوب استقبال الكعبة، ومن ذلك أيضا السبت، فإن اليهود يجعلون يوم السبت راحة لهم ويتفرغون للعبادة، والنصارى يجعلون يوم الأحد. فاليهود يقولون يوم السبت لأن الله فرغ فيه من خلق السماوات والأرض واستراح بزعمهم، لأنه تعب فاستراح، فيجعلونه يوم راحة، وقد كذبوا على الله سبحانه وتعالى، فالله كذبهم، قال: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. هذا رد على اليهود. وأما النصارى فإنهم يجعلون يوم الأحد، يقولون لأن الله بدأ فيه خلق السماوات والأرض، لأن الله خلقها في ستة أيام، أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة، يوم الجمعة. فاليهود يعطلون في يوم السبت ويجعلونه للعبادة، والنصارى يعطلون في يوم الأحد ويجعلونه لعبادتهم، وهذا لا يزال مستمرا. الله جل وعلا اختار لنا يوم الجمعة لأنه اليوم الذي اجتمع فيه الخلق، وفيه فضائل لا توجد في غيره من الأيام، فنحن خالفناهم. والله جل وعلا قال: إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه. نعم. إذن هذا له اتصال بدعوة بعض الكتاب لإجازة السبت نعم أقول هذا له اتصال بدعوة بعض الكتاب جعل إجازة السبت وموافقة البنوك وغيرها. هؤلاء لا ينظرون إلى ما جاء به الإسلام من النهي عن مشابهتهم ومشاركتهم في أعيادهم، وإنما ينظرون إلى أمور الدنيا، والمسلم بالعكس، المسلم ينظر إلى أمور دينه أولا ويأخذ ما وافقها من أمور الدنيا، أما ما خالف الدين من أمور الدنيا فإنه يترك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أو إيجاب صلاة أو صوم. ولا يخفى النهي عن موافقتهم في هذا، سواء كان واجبا عليهم فيكون عبادة أو محرما عليهم فيتعلق بالعادات. نعم، نحن مأمورون بمخالفتهم وعدم التشبه بهم قال في عباداتهم، وهذا بالدرجة الأولى، وفي عاداتهم الخاصة بهم، وذلك من أجل أن يتميز المسلم عن غيره. نعم. قال: فليس للرجل أن يمتنع من أكل الشحوم وكل ذي ظفر على وجه التدين بذلك، لأن هذا حرم على اليهود، وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم. فالله حرم عليهم هذه الأشياء، ليست محرمة من الأصل، ولكن حرمها الله عليهم عقوبة لهم وتضييقا عليهم، لما شدد الله عليهم. ولو أنهم آمنوا واتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم لوضعت عنهم الآثار والأغلال التي كانت عليهم، كما قال جل وعلا في وصفه: ويضع عنهم الآثار والأغلال، ويضع عنهم إصرهم والأغلال، يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فلو آمنوا به لوضع الله عنهم هذه الآثار والأغلال، لكن لما لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم بقيت عليهم إلى الآن عقوبة لهم. فنحن منهيون عن أن نتشبه بهم ونحرم الشحوم وكل ذي ظفر، لأن هذا أصله حلال. نعم. قال: وكذلك ما كان مركبا منهما، أي عادة وعبادات، وهي الأعياد التي كانت مشروعة لهم، فإن العيد المشروع يجمع عبادة وهو ما فيه من صلاة أو ذكر أو صدقة أو نسك، ويجمع عادة وهو ما يفعل فيه من التوسع في الطعام واللباس
أو ما يتبع ذلك من ترك الأعمال الواضبة واللعب المأذون فيه في الأعياد لمن ينتفع باللعب ونحو ذلك. نعم، وكذلك ما يجمع عبادة وعادة فإننا مأمورون بمخالفتهم فيه، وذلك مثل الأعياد، والأعياد جمع عيد، وهو ما يعود ويتكرر إما بتكرر السنة أو بتكرر الشهور أو الأسابيع، فالذي يعود ويتكرر فإنه يسمى عيدا. والعيد قد يكون زمانيا كعيد الفطر وعيد الأضحى، وقد يكون مكانيا وذلك كالكعبة المشرفة والمشاعر المقدسة، فهذه المشاعر الحج، فهذه أعياد مكانية يعبد الله فيها جل وعلا، تخص بالعبادة فيها أكثر من غيرها. فهذا هو العيد، ما يعود ويتكرر، هذا في العيد الزماني. فالعيد مشترك بيننا وبينهم، كل قوم لهم عيد، ولكننا نخالفهم في أعيادهم. الله جعل لنا أعيادا لا يشاركوننا فيها، نتميز بها عنهم، وهما عيد الفطر وعيد الأضحى. قد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله أبدلكم، لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة وكان لهم يومان يلعبون فيهما في الجاهلية، قال: إن الله أبدلكم بهما عيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى. فهذا هو العيد الزماني. العيد يكون فيه عبادة ويكون فيه عادة. يكون فيه عبادة، وذلك بصلاة العيد في عيد الفطر وعيد الأضحى، وفيه أيضا دفع صدقة الفطر في عيد الفطر وذبح الأضاحي في عيد الأضحى، ففيه قربان وعبادة. وفيه عادة، وذلك بتدرب على السلاح والجهاد وآلات الجهاد، كما كان الحبشة يلعبون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالطرق والسلاح، وأقرهم على ذلك لما فيه من التدريب على الجهاد وتعلم السلاح. فإذا كان اللعب مفيدا فلا بأس به، أما إذا كان اللعب فيه لهو فإنما يتجنبه المسلم ويترفع عنه. أما إذا كان اللعب محرما فهذا على كل حال يتركه المسلم، لا يجوز للمسلم أن يفعل الحرام، وإنما يفعل المباح ولا يكثر منه في هذين العيدين. نعم. قال: ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لما زجر أبو بكر رضي الله عنه الجويريتين عن الغناء في بيته: دعهما يا أبا بكر، فإن لكل قوم عيدا، وإن هذا عيدنا. نعم، يستحب لإظهار الفرح والسرور بيوم العيد، عيد الفطر وعيد الأضحى، وذلك بصنعة الطعام وأكل الطعام، وكذلك ترك الأطفال يلعبون ويمرحون في هذا اليوم، لأنه يوم عيد ولا يضيق عليهم في هذا اليوم. نعم. وكان الحبشة يلعبون بالحراب يوم العيد، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليهم. وهذا ليس مجرد لعب، بل هو فيه فائدة، هو التدرب على السلاح، لأنهم كانوا يلعبون بالسلاح. نعم. قال: فالأعياد المشروعة يشرع فيها وجوبا أو استحبابا من العبادات ما لا يشرع في غيرها، ويباح فيها أو يستحب أو يجب من العادات التي للنفوس فيها حظ ما لا يكون في غيرها كذلك. نعم، قد يجب إذا كان فيها إظهار مثلا الفرح بالعبادة والفرح بإكمال العبادة، لأن عيد الفطر بعد إكمال عبادة الصيام، وعيد الأضحى بعد إكمال الوقوف بعرفة الذي هو الركن الأعظم من أركان الحج، فهذا فيه مشروعية إما وجوبا وإما استحبابا، هذا من ناحية العبادة التي تفعل في يوم العيد. نعم. قال: ولهذا وجب فطر العيدين وقورن ومما يحرم في العيدين الصوم. نحن عرفنا ما يجب في العيدين، وهو الصلاة، يعني بعض العلماء يرى أنها واجبة. صلاة العيد إما أنها واجبة على الكفاية أو واجبة على الأعيان، المسألة فيها خلاف، ولكنهم مجمعون على مشروعية
صلاة العيد. هذا من ناحية العبادة وجوبا على الجميع أو على الكفاية. وكذلك صدقة الفطر واجبة، صدقة الفطر واجبة في عيد الفطر، واستحبابا مثل التكبير في العيدين، فإنه مستحب في ليلة العيدين ويوم العيد قبل الصلاة يستمر التكبير، فهذا من المستحبات في هذين اليومين. والمحرم هو أن يفعل في العيدين ما يوافق ما عليه أهل الكتاب، فهذا محرم. فنحن لا نصنع في العيدين ما يصنعه أهل الكتاب. نعم. قال ولهذا وجب فطر العيدين. ومما يحرم أيضا في العيدين الصيام، لأنه لا يجوز صوم يوم العيدين، حرام صيامهما، لأنهما يوم ضيافة عند الله سبحانه وتعالى، فيفطر الإنسان ليأكل في هذين اليومين. نعم. وقولنا بالصلاة في أحدهما الصدقة، وقولنا بها في الآخر الذبح، وكلاهما من أسباب الطعام. كل هذا مرة ذكره. نعم. فموافقتهم في هذا القسم المنسوخ من العبادات أو العادات أو كلاهما أقبح من موافقتهم فيما هو مشروع الأصل، ولهذا كانت الموافقة في هذا محرمة كما سنذكره، وفي الأول قد لا تكون إلا مكروهة. نعم، كما مر أنه القسم المنسوخ لا يجوز لنا أن نعمله، كاستقبال بيت المقدس كان مشروعا في الأول ثم نسخ، ولا يجوز لأحد من المسلمين أن يستقبل بيت المقدس أو أن يدفن الميت مستقبلا لبيت المقدس، هذا أمر محرم فلا نوافقهم فيه. نعم. وأما القسم الثالث وهو ما أحدثوه من العبادات، بعد العبارة قال فموافقتهم في هذا القسم المنسوخ، نعم، الذي كان في شريعتهم ونسخ في شريعتنا، من العبادات أو العادات أو كلاهما كذا مكتوب أقبح من موافقتهم فيما هو مشروع الأصل. نعم، إذا كان الشيء مشروع الأصل، مشروع الأصل لكنه نسخ، فنحن نترك المنسوخ ونعمل بالناسخ. نعم. أما إذا لم يكن مشروع الأصل وإنما هم أحدثوه هو القسم الثالث، فهذا حرام علينا أن نفعله، لأنه من إحداثهم ومن ابتداعهم، مثل الرهبانية التي أحدثها النصارى ولم يكتبها الله عليهم ولم يشرعها لهم.